مش هقول عمان عشان الفت النظر الى اهميه المصحف او حداد، ومن موقعي على النصوص دي وبعمل تجارب، يعني بخلي اناس اخرين يقراوا هذه النصوص. هؤلاء الناس اعمارهم لا تتجاوز العشرين، من أطفال صغار إلى صبيان ثم شباب. لاحظت من معظم هؤلاء القراء الغيرة الشديدة: يا مصر كنست حواريك، وتهيكل فني المتعاجب، وتهندس تحت كباريك، فشغفت بتحريك الحاجب، والحاجب شغف بتحريكي، ولهذا كان من الواجب أن أرقص فوق الأمريكي بعصايا وبالصوت الراكب، بمزاجي والكل شريكي، وعلى أكتاف ومناكب، وبتدوين وبتسريكي، أثري ضحكي محكي أمريكي. الأمريكي وما أتلم مشهور مثل قفا الواشي، أما الريكي فلا أعلم هل هو شيء أم هو لاشي. يا قوم إذا الشعر تكلم فله سلطان حكيم باشي. ريكي هو من يتلثم خوف العملية بالشاشي، أو من أجراها فتلعثم ببخار مخار الخشخاشي، فهو بريء مثل مؤمن، وقصار القول على الماشي هو جمهوري ملكي أمريكي. حقن الأمريكي قروده بدم الخراج على الدمل، وحمى الأمريكي وروده بمعامل تختزل وتعمل، لتموت كأرض مطرودة وجنين يكره أن يحمل. وعدتني هذه الأغرودة بمجيء أغاريد أجمل، هذه القافية النمرودة توشك أن تحسب بالجمل، وترن كمثل الزغرودة تطلقها قاهرة المحمل، أو بطل مثل يديكي أمريكي.